this in children. How big is the problem for Mustr? أستاذ الدكتورة إيناس طبعاً قالت الإحصائيات الجديدة ولكن إحنا فعلاً محتاجين إحصائيات دقيقة قوي عن حجم المشكلة في مصر. التايب 2 دايابيتس إن شيلدرن، طب يا ترى حضراتكم عارفين إن في الأطفال الكومن هو التايب 1 دايابيتس. طب لما بنشخص تايب 2 دايابيتس ده حاجة حلوة ولا وحشة؟ Is it bad or good news؟ إزاي النهاردة نحط كلنا إيدينا في إيدين بعض لأن التايب 2 دايابيتس is a preventable disease. ازاي نعمل prevention of type 2 diabetes وازاي نبتدي بالاطفال اللي هم قدامهم يعني العمر كله فاحنا بنستثمر استثمار حقيقي لما نعمل screening for type 2 diabetes في الاطفال فيمكن دي فرصة هايلة ان احنا في World Diabetes Day نبدأ هذه المبادرة ونتفق عليها مع بعض. تشخيص type 2 diabetes في الاطفال مش سهل وكتير قوي قابلنا طفل نقول يا ترى ده تايب 1 ولا تايب 2 ولا من الانواع الاخرى اللي هي مور رير ولما بنيجي نعمل مانجمنت الاطفال دول بتقابلنا تشالنجز كتير هنتكلم عليها ونقول ايه الالجوريثم المتوفر في الريسنت اسباد جايد لاينز اللي هي معنيه بالمانجمنت اوف children and adolescents with type 2 diabetes. طبعا أستاذ الدكتورة إيناس اتكلمت على كلام أحدث من هذا وعلى 2019 يعني آخر معلومة نازلة النهاردة إنما اللي عايزة بس أحط عليه الهايلايت لما بنيجي نتكلم عن السكر في الأطفال بنذكر التايب 1 diabetes ومحدش لسه انتبه إنه فعلا نعمل إحصائيات عن تايب 2 دايابيتس لأنه مختلف عن التايب 1، يعني كل الكلام لما بيجي سيرة الأطفال زي ما حضراتكم شايفين كده بنقول تايب 1 دايابيتس. وفي نفس الوقت كل الستادز وكل الريسيرش عمال يقول في إبيدميك فظيع جدا في التايب 2 دايابيتس في الأطفال ويمكن في بلاد كثيرة بقى ثلث الأطفال اللي بيجوا لنا في حوالين سن البلوغ والمراهقة النيولي دايجنوز بيكونوا تايب 2 دايابيتس نتيجه الابيديميك اوف اوبيسيتي اللي بقى ينتشر خالص الايام دي. فلو جينا نقول هاو بيج از ذا بروبلم ما هو حجم المشكله الحقيقيه في مصر؟ في الحقيقه احنا محتاجين شغل ومحتاجين ريسيرش ومحتاجين احصائيات انما يمكن دي ستادي اتعملت في الدايابيتس يونت في كايرو يونيفرستي على 932 طفل ومراهق لقينا انه الاطفال دول كانوا هاي ريسك 1% منهم طلع عندهم تايب 2 دايابيتس و 12% منهم عندهم البري دايابيتس اللي هي مرحله ما قبل السكر اللي هي دي المرحله اللي احنا نفسنا نكتشف فيها الاطفال علشان لو عملنا تصحيح للممارسات الغذائيه الغلط اللي هم بيتعرضوا لها وشجعناهم على النمط الحياه الصحي والرياضه ممكن نرجعهم تاني يبقوا اطفال طبيعيين، فتخيلوا حضراتكم 12% من الاطفال الهاي ريسك حوالين فتره البلوغ في مصر ممكن يبقوا فعلا في مرحله ما قبل السكر وممكن يتلحقوا لو احنا عملنا توعيه مظبوطه وعملنا كشف مبكر مظبوط. لانه التايب 2 دايابيتس كلنا عارفين انه ريليتد للاوبيستي ونتيجه الانسولين ريزيستنس اللي موجود ويمكن كل الاحصائيات في العالم بتقول انه لو حضرتك شفت الاطفال اللي هم حوالين سن المراهقه واحد من كل ثلاثه ار اوفر ويت اور اوبيس يعني السمنه والاوفر ويت بقوا منتشرين جدا جدا وده مش بس في العالم لا ده في مصر. بص حضرتك العمود بتاع مصر طويل قد ايه في عندنا مشكله حقيقيه في السمنه وزياده الوزن ودي ابحاث اتعملت فعلا في مصر من 2006 ل 2011 وجدت انه فعلا هي نفس الاحصائيات العالميه 33% من الاطفال المراهقين عندهم زياده في الوزن وسمنه. طيب لما نيجي نشخص التايب 2 في الدايابيتس هل ده افضل من التايب 1 ولا اوحش من التايب 1؟ تفتكروا حضراتكم ايه؟ احسن ولا اوحش؟ اوحش يس صحيح التايب 1 هو الكومن انما التايب 2 ابتدى ينتشر ويبقى ابيديميك. كومبليكيشنز ار مور كومن في الاطفال اللي عندهم تايب 2 دايابيتس يعني لو قارنا الكومبليكيشنز في الاطفال عن الكبار بنلاقي الاطفال ار مور برون لما بيحصل التايب 2 في الاطفال بيبقى مور اجريسيف والكومبليكيشنز بتيجي مور ايرلي
وكل مشاكل الانسولين ريزيستنس بنشوفها في الاطفال دول، الفاتي ليفر ديزيز، الهايبرتنشن، الديسليبيديميا، البوليسيستيك اوفري سيندروم في البنات، ودي برضو ابحاث اتعملت في مصر جلوبال هيلث سيرفي في 2014. بصوا حضراتكم قد ايه الهايبرتنشن، البري دايابيتس، الديسليبيديميا، الميتابوليك سيندروم منتشر بنسبه تتراوح من 7% to 25%. اذا هي مشكله حقيقيه. التوداي ستادي اللي اتعملت اللي حاولت تشوف التريتمنت اوبشنز اوف تايب 2 دايابيتس في الاطفال والادوليسنس، دي يعني ستادي كبيره جدا، راندمايز كنترول ترايل، وحاولت تقارن يا ترى يدوا الاطفال دول ميتفورمين ولا يدوهم ميتفورمين مع الانسولين ولا يعملوا لايف ستايل موديفيكيشنز. لقوا ان الهايبرتنشن والكيدني ديزيز حتى ان الاطفال دول لما تعالجوا الانسيدنس بتاعهم زاد، الريتس اوف هايبرتنشن زادت من 11% ل 33% بعد 4 سنين ايفن من العلاج، المايكرو البيوريا زادت، يعني الكومبليكيشنز فعلا فيري اجريسيف. اذا في الاطفال الوقايه خير من العلاج. الديسليبيديميا والكارديو باسكول ريسك، الليبيد ديس اوردرز والكرونيك انفلاميشن كومن في التايب 2 دايابيتس ان شيلدرن اند ادوليسنس، الهايبر ترايجليسرايديميا. وبالتالي لابد ان احنا نشتغل على الكشف المبكر لاطفال السكر، نعمل سكريننج اوف تايب 2 دايابيتس. طب مين اللي احنا نعمل لهم سكريننج؟ لانه زي ما قلنا تايب 2 دايابيتس على عكس تايب 1، تايب 1 ملوش وقايه وملوش بريفنشن، انما تايب 2 له بريفنشن. هو تو سكرين لو احنا حبينا نعمل كشف مبكر، مين الاطفال اللي ندور فيهم على الدايابيتس او البري دايابيتس ستيج؟ هو اي طفل اوفر ويت، البادي ماس اندكس اكثر من 85% بلس 2 اوف ذا فولوينج ريسك فاكتورز، يعني اي طفل حوالين فتره البلوغ والمراهقه وفوق سن 10 سنين عنده فاميلي هيستري اوف تايب 2 دايابيتس في الاقارب الدرجه الاولى او الثانيه، عنده علامات الانسولين ريزيستنس زي الاكانثوزيس نيجريكانس او في ضغط او في زياده في الدهون او البوليسيستيك اوفري، او ده كان طفل اتولد سمول فور جيستيشنال ايج وزنه قليل وفجاه الام عماله تزغطه وتاكله وبعدين نفش فجاه ووزنه زاد، ده يبقى فيري برون ان يحصل له تايب 2 دايابيتس. او لو هذا الطفل امه كان عندها سكر حمل او كان عندها سكر جورينج الحمل، لو فرض ان احنا عملنا سكريننج وما لقيناش في سكر لازم كل 3 سنوات نقعد نعمل سكريننج وندور على امل ان احنا نكتشف الاطفال دول زي ما قلنا في مرحله البري دايابيتس فنعمل لهم اللايف ستايل موديفيكيشن والتغذيه السليمه يقوم نرجعهم يبقوا نورمال. طيب التشخيص، مين من حضراتكم بيشوف اطفال سكر؟ تمام، كتير قوي احنا اللي بنشوف اطفال السكر في احيانا بنقول يا ترى از تايب 1 اور تايب 2 ولا هو من الانواع الجينيه اللي ابتدت تبقى منتشره دلوقتي. هو تشخيص السكر هو هو السيمبتومز اند ساينز اوف دايابيتس، اللابوراتوري دايجنوزس، وبعدين بعد كده بنشخص نوع السكر ايه. امتى نقول ان الشخص ده بري دايابيتس؟ ان الفاستنج ما بين 100 ل 125، اقل من 100 نورمال، 126 او اكتر دايابيتك. امتى نقول بري دايابيتس في 2 اور بوست برانديال؟ من 140 ل 199، او ان الهيموجلوبين اي 1 سي يكون من 5.7 الى 6.4. يبقى الريكومنديشنز الريسنت ريكومنديشنز فور سكريننج اوف تايب 2 دايابيتس اند بري دايابيتس في الاطفال بتقول ندور في الهاي ريسك جروب. احنا ما نقدرش نعمل كشف مبكر في البوبيوليشن كلها، ما نقدرش نروح لكل الشعب ندور فيه على سكر، احنا هنركز على الهاي ريسك جروب اللي احنا لسه قايلين عليهم. ممكن نبدا بحاجه سهله زي الهيموجلوبين اي 1 سي بما انه ان اكسبنسيف وموجود وسهل ان هو يتعمل. لو لقينا الهيموجلوبين اي 1 سي الفاليو بتاعته في البري دايابيتس او الدايابيتس رينج نعمل الاورال جلوكوز تولرنس كيرف او نعمل سكر صايم وقاطر. ولو اكتشفنا البري دايابيتس ستيج زي ما قلنا 60% من الاطفال دول ممكن يرجعوا للنورمال. طيب ازاي بنفرق التايب 1 والتايب 2 دايابيتس؟ لو لقينا الطفل فوق حوالين مرحله البلوغ اكتر مع التايب 2، لو كان اوبيس اكتر مع التايب 2، عنده بوزيتيف فاميلي هيستوري اوف تايب 2 دايابيتس اكتر، زي ما حضراتكم ملاحظين كله اتس مور كومن اكتر مفيش حدود فاصله قوي. لو لقينا اسم البيتا سيل اوتو انتي بوديز لقيناها عاليه طبعا ده هيبقى ان فيفر اوف تايب 1.
الانسولين والسيتابتايد لو لقيناه قليل مع التايب 1 لقيناه عالي مع التايب 2، ولكن على فكرة في كتير جدا الحدود الفاصلة دي على فكرة ما بتبقاش very clear cut كده. لو الطفل ده بيجيله كيتو أسيدوزز غيبوبة وسكرية كتير أكتر مع التايب 1، إنما ما يمنعش إنه يكون برضو تايب 2، لو لقينا معاه other autoimmune diseases هيبقى أكتر مع تايب 1. بصوا حضراتكم البنوتة دي سنها 12 سنة وجات لنا الكلينيك، وكانت من سنتين اتشافت وقالوا عليها ان هي عندها اوبيسيتي، وجت تاني بفاتيج وبلوري فيجن وويت لوس ومالهم فاجينايتس، وعندها سترونج فاميلي هيستوري اوف تايب 2 دايابيتس واوبيسيتي وديسليبيديميا. حد شافها اوبيس وكتب لها ميتفورمين 500 ملي جرام بير داي، ويعني عمياني كده. ايه البيت فولز في الحاله دي تفتكروا حضراتكم؟ ما عملوهاش screening for type 2 diabetes، كتبوا لها كده metformin على طول واستخدموا المتفورمين as an anti-obesity drugs، ما عملوش screening للcomorbidities واستخدموا المتفورمين empirically as a weight reducing drug. ايه رأي حضراتكم في اللابز بتاعتها الفاستين blood glucose 117 وال 2 hour postprandial 150 والهيموجلوبين A1C 5.8%؟ نقول عليها ايه دي؟ yes this is pre-diabetes. راحت للبيدياتريشن تاني او لدكتور تاني قال لها مش دايابيتك، وقال لها وقفي الميتفورمين. ايه الغلطه في الحاله دي؟ ما شخصهاش انها pre-diabetes، ما عملناهاش ادفايس انها تعمل لايف ستايل موديفيكيشن ولا فيزيكال اكسرسايز ولا انها تعمل ويت مانجمنت او تاخد هيلثي نيوتريشن. جات لنا بعد سنتين، ايه رايكم في اللابس بتاعتها الفاستنج بلازما جلوكوز 147 وال2 اور 250 وفي مايكرو وفي هيموجلوبين اي 1 سي 9% والليبر بروفايل ابتدى يبقى عالي، السي بيبتايد 2.4 نورمال والاوتو ايميون ماركرز نيجاتيف. قلبت ايه الطفله دي؟ قلبت تايب 2 دايابيتس. طب البنوته دي اللي سنها 10 سنين وجايه بالبروجريسيف ويت جين بقى لها سنتين وفاتيج وبلوري فيجن وبوليديبسيا وبوليوريا ونوكتونيا وويت لوس وفالفو فاجينايتس، وعندها فاميلي هيستوري اوف تايب 2 دايابيتس اوبيستي وديسليبيديبيا، عندها ما بتلعبش رياضه سيدنتري لايف ستايل، بتاكل لوتس اوف سويتس اند شوجري فلويدز، كشفنا عليها لانها اوبيس، ما عندهاش اكانثوزز نيجريكانز اللي هي الحاجات الغامقه اللي كانت في البنت اللي قبل كده في رقبتها، والبلاد بريشر از نورمال، وادي اللابس بتاعتها الفاستنج بلازما جلوكوز 157 وال2 اور 500 والبلاد جاس 7.25 والسي بيبتايد نورمال والاوتو اميون ماركرز ما اتعملتش نوت دان والترايجلسرايدز زي ما حضراتكم شايفين نورمال. تفتكروا دي تايب 1 ولا تايب 2؟ كتير بنقابل اطفال بنقول يا ترى ده تايب 1 ولا تايب 2؟ ايه اللي فيها مع تايب 1؟ البلد بريشر مش عالي، مفيش ساينز اوف انسولين ريزيستنس، في ميتابوليك اسيدوزز بتخش في دي كي اي، في كيتوزز، مفيش هايبر ليبيديميا ات ذا اونست. طب ايه اللي مع تايب 2؟ باديه في الادوليسنت، اوبيس، في بوزيتيف فاميلي هيستوري اوف تايب 2 دايابيتس واوبيستي وديسليبيديميا، وفي سيدنتري لايف ستايل، وفي اكسس كالوريك انتيك، والسي بيبتايد مش قليل. عشان كده في الجوريثم، لو جالنا طفل اوبيس، لو الطفل جالنا قصدي طفل احنا شاكين انه عنده سكر، لو لقيناه اوبيس يس نعمل الفاستنج سي بيبتايد اند انسولين، لو لقيناهم هاي يبقى ده ان فيفر اوف تايب 2 دايابيتس، لو لقيناهم لو نعمل اوتو انتي بوديز، لو الاوتو انتي بوديز بوزيتيف نفكر في تايب 1 دايابيتس، لو الاوتو انتي بوديز نيجاتيف نفكر في حاجه اسمها ايديوباثيك تايب 1 دايابيتس. يعني في دلوقتي ديفرنت كاتيجوريز، يعني الدايابيتس ده بقى 1 سبيكترم او كلينيكال سبيكترم واسع قوي، في انواع وفي فينوتايبس كتير، او نفكر في حاجه اسمها المودي اللي هي الماتوريتي اونست دايابيتس اوف ذا يانج. لو كان الطفل اللي هو شخصناه دايابيتس از نوت اوبيس نعمل اوتو انتي بوديز، لو لقينا الاوتو انتي بوديز بوزيتيف نفكر ان تايب 1 دايابيتس،
لقينا الاوتو انتي بوديز نيجاتيف نعمل الفاستنج سي بيبتايد وانسولين لقيناه هاي يبقى ده تايب 2 دايابيتس لقيناه لو نفكر في الايديوباثيك تايب 1 دايابيتس اور نيوتي. طيب نيجي بقى اخر حاجه المانجمنت والديفيكولتيز في المانجمنت اوف تايب 2 دايابيتس. حضراتكم كاساتذه بطنه وسكر محظوظين لان عندكم اوبشنز كتير جدا وفي المؤتمرات تقعدوا الالجوريثمز ندي الدواء ده ولا ندي الدواء ده اكوردنج للحاله و و و انما في الاطفال احنا مزنوقين جدا ما عندناش غير اللايف ستايل مانجمنت. الدواء الوحيد اللي ابروفد في الاطفال هو الميتفورمين والانسولين ثيرابي. كل الاورال هايبوغلايسيميس وكل الاورال ميديكيشنز are not approved in children. وبالتالي we need more research عشان ندور على other options نساعد بيها الأطفال دول. الميتفورمين هو النجم بتاعنا. الجلوكوفاج ما عندناش غيره يمكن ده كان سيستماتيك ريفيو عملته بس في التايب 1 دايابيتس إنما في التايب 2 دايابيتس هو الأورال دراج الوحيد. طيب إيه هو الألجوريثم أوف مانجمنت؟ الريسنت جايد لاينز بتقول إيه؟ بتقول لو أنت شخصت واحد إن هو بالكريتيريا اللي قلناها انه غالبا ده تايب 2 دايابيتس لو لقيته مايلدلي سيمتوماتيك وما عندوش كيتوزيس يعني ما عندوش اسيتون او لقيته ميتابوليكلي ستيبل والهيموجلوبين اي 1 سي اقل من 9% او اسيمتوماتيك اعملوا لايف ستايل تشينجز وديلوا ميتفورمين. لو قدرت توصل للجلايسيميك تارجتس اللي هو الهيموجلوبين اي 1 سي اقل من 7 خير وبركه. ما قدرتش توصل للجلايسيميك تارجتس في خلال 3-4 اسابيع زود بيزل انسولين واستنى شويه وشوف ده هيظبط ولا لا. If the target is not attained on the basal insulin ووصلت لدوز اكتر من 1.5 يونت بير كي جي محتاج انك تديله برانديال انسولين مع البيزل انسولين. طب لو من الاول لقيته not metabolically stable لقيت الهيموجلوبين اي 1 سي بتاعه 9% او اكتر او عنده سيمتومز او عنده كيتوزيس او كيتو اسيدوزيس ما ينفعش هنا تبتدي بس لايف ستايل تشينجز وميتفورمين. لازم تديله انسولين ولايف ستايل تشينجز وميتفورمين. ما تبتديش ابدا ميتفورمين لو في اسيدوزيس لان ده ممكن يعمل لاكتيك اسيدوزيس ويزود الاسيدوزيس. وبعدين لما هذا الطفل يبقى ستيبل تقدر ترجع تاني للميتفورمين مونوثيرابي وده في معظم الاطفال ممكن يبقى في خلال اسبوعين لست اسابيع. والدوز بتاعه الميتفورمين في الاطفال 1000 ملي جرام مرتين في اليوم او 850 ملي جرام 3 مرات في اليوم او 2000 ملي جرام اللي هو 1000 مرتين اللي هو الاكستندد ريليس ميتفورمين. علاج الاطفال مش بس ان احنا بنظبط السكر لا احنا لازم نشتغل على الاوبيستي نشتغل على الديسليبيديميا على الهايبرتنشن على المايكروالبومينوريا على الهيباتيك ستياتوزس على السليب ابنيا اللي ممكن تحصل لهم مع الاوبيستي اي اورثوبيديك او سايكولوجيكال كومبليكيشنز. والحقيقه ده مش ممكن يحصل مع الدكتور لوحده. القصه عايزه مالتي ديسيبلينري تيم ابروتش عايزه دايابيتس كونسلتنت سواء انترنست او بيدياتريشن لو كان ده طفل السكر وعايز دايابيتس نيرس ايديوكيتر ودايتيشن واحيانا سوشيال وركر وسايكولوجيست كله بيشتغل في تيم ورك ان هارموني عشان يوصل الاطفال دول لبر الامان. نعمل لهم بيشنت ايديوكيشن ازاي يعملوا بلاد جلوكوز مونيتورنج نعلمهم التغذيه السليمه الميديكال نيوتريشن نشجع فيهم الفيزيكال اكتيفيتي نعمل لهم ايموشنال اسسمنت وستريس مانجمنت ونعمل لهم دعم مش بس ليهم لا كمان لعائلاتهم فاميلي اند بير سبورت. زي ما قلنا الجلوكوز تارجتس بتاعتنا ان الهيموجلوبين اي 1 سي يكون اقل من 7% لازم نعمل لهم انيوال ليبيد بروفايل ال دي ال لازم يفضل اقل من 100 والترايجلسرايد اقل من 150 والاتش دي ال اكتر من 35 ملي جرام بير دي سي لتر. البلاد بريشر لازم يبقى فريكوينتلي مونيتور ويتعالج لو حطيناه على البرسنتايلز ولقينا الضغط اكتر من 95 برسنتايل ونعمل كمان انيوال سكريننج للدايابيتس كومبليكيشنز زي المايكرو البومينوريا وزي الريتينال اكزامينيشن. الهيموجلوبين اي 1 سي كنا نحافظ على التارجتس مظبوطه هي دي الجارانتي ان نقلل الكرونيك كومبليكيشن زي ما حضراتكم شايفين سواء الكارديو فاسكولار او الاي كومبليكيشنز او الكيدني ديزيز. اللايف ستايل موديفيكيشن في غايه الاهميه سواء النيوتريشن او البيهيفير او الاكسرسايز زي ما قلنا وفي بعض احيان ممكن نلجا للميتابوليك سيرجري او البرياتريك سيرجري. اخر كلمه بس عايزه اقولها
ان الطفل ليس a small adult. الطفل ده محتاج اهتمام خاص لانه he's a growing child. فالجرعات حتى بتتغير مش على وتيرة واحدة، يوم رايح المدرسة ويوم في الأجازة، يوم بيعمل exercise ويوم لأ. بنخاف من الهايبوغلايسيميا جدا جدا على البرين ديفلوبمنت. لازم نعمل دعم مش بس لهذا الشخص، لأ ده كمان للعائلة بتاعته. نعمل diabetes education، نركز على الأدوية وعلى التغذية وعلى الاكسرسايز وعلى المونيتورينج بلاد جلوكوز، ونشجع الأطفال دول إزاي يعملوا التوازن بين الأدوية وبين الأكل وبين الاكسرسايز. يمكن ده دورنا في وحدة السكر وغدد الصماء في مستشفى بوريشن. عندنا وحدة تثقيف سكري، بنشتغل كلنا في تيم واحد عشان نقدر نعمل دعم لهؤلاء الأطفال. وفي النهاية كل طفل مختلف. الأفيدنس بيز ميديسن بيقول لنا إنه كل شخص مختلف وعايز رعاية منفصلة. دايما الأبروتش should be individualized. My conclusion is type 2 diabetes is linked with overweight والobesity والinsulin resistance. Type 2 diabetes معاه comorbidities كتير جدا لازم ناخد بالنا منها. Type 2 diabetes في الأطفال is more aggressive عن الأدلس. Type 2 diabetes ودي تحتها مين خط is a preventable disease. وبالتالي لازم نشتغل على screening of the high risk groups. This is the most important step in the prevention of type 2 diabetes. إن إحنا نعمل screening للـ overweight high risk children، وإن إحنا بقى نبروموت في الـ population الـ healthy nutrition والـ healthy lifestyle والـ exercise ومتابعة النمو. ولو اكتشفناهم في الـ pre-diabetes stage نكثف المجهود بتاعنا. وكمان مش بس ضبط السكر، لا احنا نظبط الضغط والدهون ونظبط الوزن بتاع الاطفال، ونشتغل على كل الريسك فاكتورز بحيث ان حياتهم في النهايه تكون حياه امنه. في النهايه احنا من هنا لازم نطلع مسج للكوميونتي كلها. يعني القصه مش قصه دكتور مع طفل، لا ده من الاول حتى الشغل على ستات الحوامل سكرين فور جستيشن دايابيتس، الأمهات اللي بترضع لبرولونج البريست فيدينج لأنها بتعمل وقاية من السكر، التغذية السليمة في الأطفال عموما في المدارس والميديا ما تشتغلش على إنها تشجع الأغذية اللي هي بتبروموت الكومبليكيشنز، المدارس يبقى فيها هيلث أويرنس في الكانتين، الأندية والنوادي الشباب تشجع الرياضة وتشجع الأكتيفيتيز. وبالتالي هي رسالة مجتمعية كلنا لازم نشتغل فيها، وفرصة إن إحنا في الورد دايابيتس داي نعمل هذه المبادرة، نشتغل مع بعض for a happy healthy life لأطفالنا من childhood عشان نسلمهم لحضراتكم بأمان في الأدلتود. وشكرا جزيلا.